مشاهدينا لنعرف أكثر عن بروتوكول وإتيكيت تقديم الهدايا واستقبالها مع كارمن حجار. صباح الخير كارمن. صباح الخير نوركا لإلك ولكل المشاهدين. حبيبتي أهلا وسهلا فيك. كارمن العنوان حلو جذاب، أنه كل شيء بالحياة له أصوله وله طريقته. نعم. حتى الهدية كيف نهدي وإمتى نهدي حتى الهدية نهدي. وهذا كتير مهم وخاصة بهالأيام، يعني للأسف الهدية عم بتسبب لنا هيك كاهل علينا، يعني عم بتكون ستريسفل تنقية الهدية بهالظروف الاقتصادية اللي هي كتير صعبة. نعم، من هيك أنت نقيتي هذا العنوان عشان تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع. أول سؤال هيك بيطرح نفسه كارمن، أنه إذا عزمنا على مناسبة عيد ميلاد أو غير عيد ميلاد أو حدا نجوز أو أي زيارة، لازم ناخذ هدية حتى لو ما كنا قادرين؟ لازم ناخذ هدية على حسب قدرتنا المادية. يعني ما لازم الهدية نحمل حالنا شيء ما بنقدر نحمل. شو قدرتنا المادية ممكن نهدي الهدية لحتى نقي هدية لوركا، هي حسب قدرتي المادية وحسب ذوق المتلقي. يعني أنا شو قدرتي قدي إمكانياتي بجيب الهدية، ما لازم ادفع كتير زيادة عن اللزوم، خاصة مثل ما قلنا بهالظروف الاقتصادية الصعبة. بطل كنا بالقبل نهدي ما نسأل، ندفع وما نسأل، ما نفكر مرتين قبل ما نهدي. هلأ بدنا نفكر مرة واثنين وثلاثة للأسف. صح. الله يسامح اللي وصلونا لهون، بس إنه للأسف هيدا هو الوضع. نعم. بقى لهيك أنا بدي أخد عن كونسيدراسيون شو أنا بقدر جيب للوركا لأنه عزمتني على عيد ميلادها، وبدي أخد لوركا شو بتحب. إذا لوركا بتحب الأدب العربي ممكن جيب لك كتاب أدب عربي سعره ممكن، يعني على قدر إمكانياتي. بس إذا لوركا ما بتحب الأكسسواريز، أنا ما بجيب لها أكسسوار لا بعرفها إنها ما بتحب الأكسسواريز، حتى لو كان قدرت اشتري هالأكسسوار. بقى لكن لازم لما ننقي الهدية فكر بشغلتين، أنا شو بقدر أدفع، ومش غلط إذا ما كنت قدراني تقل الهدية، مش غلط أبدا. فينا نعمل جست بسيط، في أحاسيس، في شيء خاص بالشخص اللي بدي اهديه. يعني اوقات بنوصي على يمكن ماج مكتوب عليه جمله او مكتوب عليه اسم بس موصيين لهيدا الشخص، ما بتقدر تهديه لشخص ثاني، هيدي قيمه كمان. بالفعل يعني انا ما بدي اقول انا ياي ما قدرت اجيب لها لوركا، ياي اقعد اتضايق، لا ممكن ماج اكتب عليه بلكي بيوتيفل ليدي تحبه لوركا كثير. ولوركا ها مايند يو هي ما مفروض تتوقع مني انه يا لطيف انا مدري شو بدي اجيب لها. يعني كمان المتلقي لازم نخفف الاكسبكتيشن تبعنا، ان كان على عرس، ان كان على بيرث داي، ان كان على حيلا ايفنت او على عشاء معزومين، ما اتوقع انا انه يا لطيف هلا لوركا بدها تدفع لي بال 500 وبال 1000 دولار مثل ما كنا بالزمانات. هيدي التوقعات لازم نوطيها بحسب الوضع الاقتصادي، لأن العالم كتير عم بتكون في ناس صعب عليها أنها تدفع هالقد حق الهدية. نعم. طيب كارمن بدي أسألك كمان، نقدر نحن كمان ناخد الآخر المتلقي على مطرح تاني؟ يعني مثلا في ممكن يكون عندي صديقة بتحب الألماس، أنا مثلا بتعرف النسوان، فأنا مثلا ما قادرة أشتري أو ما بحب أصلا أهدي هيدا الشيء، يعني لا بحب ولا قادرة. ففيني أخدها على المطرح تبعي، يعني على ملعبي أنا، فيني يعني اعودها على شيء تاني كمان، شو رايك؟ اكيد اكيد نحن ما فينا نجاري اللي عايزمنا. مثلا ما بعرف عايزميننا على عرس يا لطيف كثير كبير، انا ما فيي جاري بلكي بهدي هديه، برجع بشدد مش غلط اني اهدي هديه على حسب امكانيات الماديه. انا ما قادره اجيب هالقد، ممكن انا اجيب لها بلكي ما بعرف لصديقتي انفيتاسيون على مطعم او هالقد قدرتي مثلا، يعني اخدها لغير مطارح. نعم. هدية مفكرة فيها مزبوط، بعرف انه لوركا هي بتحب الالماس بس كمان بتحب تعمل سانسيت بشي مطرح. أوكي. ممكن اهديها انفيتيشن على سانسيت، هيك بكون انا عم بشوف هي شو بتحب وانا شو قدرت المدينة. نعم. فاذا بنلاقي يعني طريقة وسطية بين الاثنين. طبعا
طبعا. نعم. طيب كارمن بالنسبه للاولاد، عندنا اولاد وعم نعزمه كثير على عيد ميلادات ولازم نروح وبدنا ناخذ كادو، فهلا كمان عم نلاحظ انه الاهل عم بيقولوا مثلا ما تجيبوا معكم كادو، بيون يقولوا هيك او لا، وفينا نروح بلا كادو او لا؟ درجه قصه نو جيفت بيرث داي درجه، بس للاسف هيدي تبينت على انها شوي رود. ليه؟ اساليني ليه الورد. ليش؟ يعني انا اذا بدي اقول تعوا على عيد ميلاد ابني ما تجيبوا لي هدايا، وكانه انه انت الهديه اللي بدك تجيبي لي اياها انا بغنى عنها. هيدي عم بتحسس العالم هيك، عم بتحسس انه لو شو ما جبنا لهم كادو هن منهم مبسوطين، تعوا بلا هدية. اصلا العزيمة ما لازم ابدا، انا اذا عم بعزمك على عيد ميلاد ابني ما لازم اذكر ابدا الهدية، بقلك بليز جيب اولادك وتعي على عيد ميلاد ابني، ما اي شود نوت منشن قصة الهدية. ابدا. ابدا يعني لا تجيبي ولا ما تجيبي، خلص تفضلي كل واحد يعمل اللي بده اياه. قصة اذا انا بدي اقلك ما تجيبي لي هدية، طيب في كتير اميات تلتزم، في كتير اميات ما بتلتزم، اولاد بيزعلوا. انا ابني اذا قلت له يا ماما عزمتنا وقالتنا ما نجيب كادو، بيقول لي كيف؟ ما صاحبي جاب له كادو وانفحط فيه وانبسط فيه، انا ما بحبني، ما رح يحبني لان ما جبت له كادو. هيدي الشغله ما حلوه ابدا ومنا مستحبه، بتزعج الناس، ما بت مش انا لاني انا عم بتحسس مع الوضع الاقتصادي بقول للعالم ما تجيبوا لي هدايا، لا شو ما يجيبوا لي كثير منيح بنبسط فيه. بدي اعود ابني يستقبل الهديه ويقول ميرسي ويقول ثانك يو على شو ما كانت الهديه. بدي اعلمه كيف يتقبلها وكيف يتشكر ويلاقي فيها قيمه، لانه جاي من طبعا. شخص بحب، محب يعني. وانا كأم مش ضروري كبر المبلغ يعني. نعم. ما عليه، في كثير هدايا ممكن تنجيب باسعار كثير مناسبه. نعم. ما اقول انا يا بدي اهدي ب $100 يا انا يا ما بهدي، ما بيصير هالكلام. نعم. يعني حتى على الاعراس لوركا عم نلاحظ انه في ناس عم تعزم على الاعراس راندوملي، بتصير موزعه هالكروتة الدعوه وعم تعزم ناس ما لها علاقه فيها لا بيئا ولا تيئا. هالاشخاص اللي عم بيوصلوا للانفيتيشن عم بحسوا حالهم انه نحن ما بدنا نروح على العرس، بتعرفي الورك هلا صار بكلف العرس. نعم. بين فستان وبين تزبيط شعر والميك اب غير قصه، بقى بصير يقول انا ما بدي روح، ما كثير في اخذ وعطى بيني وبين الجماعه. نعم. بحق لنا نحن نستعذر، وفي حال استعذرنا كثير بيسالوني بنهدي، فينا ما نهدي، يعني انا بستعذر عن الروحه على هذا العرس اللي هن لمعارف بلكي كل 10 سنين عم شوفهم مره. نعم. في يقول انا سوري ما بدي روح، وفي ما اهدي، مني مجبوره ابدا اهدي. نعم. خاصه بهالظروف الصعبه. انا هيك بقول انه الظروف صعبه خلص. ايه؟ انه اذا الواحد ما قادر ما قادر، واللي ما بده يتفهم يعني انه فيلم من الحياه يعني من الدويره تبعت الاصدقاء. بكل بساطه مش مشكلتي. نعم. مش طيب كارمن، رحنا على عيد ميلاد الاطفال وفي شيء اوقات بيصير اوقات ما بيصير انه بيفتحوا الكادويات، هيدي من جاك، هيدي من لاتيسيا، هيدي من كذا. اوقات ما بيفتحوا، شو الاتيكيت بهذا الموضوع؟ شو لازم يصير؟ هي كثير حلو هذا السؤال. المهم هون الاهل انه ما يعطوا مجال لانه الاولاد يفتحوا هدايا، لانه نحن عيد الميلاد اتس اباوت العالم اللي جاي تحضر، مش اباوت الهديه. ما بدنا نفكر بالهديه، يعني الافضل بدنا نعجق بفتحه الهديه، بدنا ننفحت للهديه الواو، وبدنا ما نحكي كلمه قدام الهديه اللي هي نتفه نتفه. صح. بقى الافضل فبصير في فرق بين الناس طبقيه، يعني طبقيه وتصنيف. بده يصير في فرق، بده يصير في فرق. في ناس جايبه كنز براند، في ناس جايبه علبه لعبه بلاستيك. بقى الافضل انه لا نعود اولادنا، لا نحن هون بدنا نستقبل الضيوف، بدنا نلعب معهم، بدنا نعمل اكتيفيتي نحن وياهم، بدنا نغني، بدنا نهيص، بعدين بنفتح الهدية. افترضي انا اجاني كادو بارفان لازم افتحها وشمها. ايه؟ وتعجبني يعني اقول انه حلوه وكذا ثانك يو، لانه اذا ما فتحتها وضلت بال 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 بالعلبه تبعها هيدا بيعني انه ممكن انا اهديها والهديه ما بتنهدى. فشو رايك بهالفلسفه بهالمقوله؟ ايه؟ هلا اذا انا كنت انا عم بتعشى انا وياكي لحالنا او عم بحتفل انا وياكي بعيد ميلاد، جبت لك هديه بيرسونال لإلي
وأنا وياكي موجودين، ساعتها هون أكيد حكماً بدك تفتحي الهدية وبدك تقولي لي ياي شو حلوة وthank you so much دغري مباشرة. بينما إذا كنا 10 صبايا 10 ستات معزومين على عيد ميلادي، وحدة جابت لك بلكين ما بعرف منديل مطرز عليه، والتاني جابت لك برفاح حقه $200، انت هون مفروض تاخذي الهدايا وبعدين تفتحيهم من بعد ما نفل وتلفني للي هديتك منديل وتقولي لها thank you so much حبيت كتير شغلي عن جد كتير انبسطت فيه، وتلفني للي جابت لك برفيوم وتقولي لها ميرسي كتير حبيت الريحة. فإذا مش قدامهم ما من نفتحهم قدامهم لحتى ما نقول هيدي حلوة وهيدي غالي وهيدي رخيصة، ايه لما نحرج اللي طيب. عم بيقدم لنا هدايا نعم حتى الاولاد يعني من بعد ما يفتحوا الهدية تاني يوم لازم نعودهم يكتبوا ثانك يو نوت او يتلفنوا لاصحابهم ويقولوا لهم ميرسي كثير على فكرة كثير حلوه هي ميرسي كثير على هيدا الدفتر الرسم نعم. يجوز في ناس جايبين له دفتر رسم وتلوين اللي هن سعرهم كثير قليل كومبيرينج لشخص تاني جايب له بلكن سياره على ريموت كنترول مضبوط بس يعني يمكن الولد يحب الرسم والتلوين انتبه يعني ما في كمان كثير منيح انه حتى بشو ميوله الولد وشو بحب ما في قواعد بهيدا الموضوع ابدا بس انا ما بدي احسس اللي جاي بدفتر ايه انه هو اقل هو جاي بهديه اقل من اللي بالضبط بفتح الهدايا بعدين مش غلط ابدا بالزبط. بس لازم نشدد على انه نتلفن ونتشكر بتلفن لك بقول لك نوركا ميرسي كثير على هالبارفان اللي هديتيني اكيد اكيد اذا لازم. كنت انا وياكي لحال بفتح وبرش منها طبعا نعم بس اذا كنا قدام مجموعه لما احجو نعم شكرا الافضل نعم. بعدين نعم شكرا كارمن على كل معلومة قلتيها عن جد كتير مفيدة، وأكيد مشاهدينا اللي بالبيت عم يحضرونا استفادوا من اللي قلتي.